لعبة الكاراتيه احنا مميزين فيها جدا على مستوى العالم، وده شفناه في ولادنا اللي قدروا يحصدوا لقب بطولة العالم في الكاراتيه التقليدي في البرتغال برصيد 36 ميدالية. وكمان بعد شوية هيكون معانا أبطال تانية قدروا يحققوا 15 ميدالية في بطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 سنة واللي أقيمت في إيطاليا. ده حقيقي يا دينا. معانا هنا في الاستوديو أبطالنا، أبطال مصر آلاء حسن والحاصلة على تاني عالم في الكوميتي الجماعي، آنسات فوق 22 سنة وكمان حصل على المركز الثالث في كوميتي الفردي فوكو كوجو. ده هنعرف طبعا التفاصيل دي وترجمة بقى للمصطلحات الكاراتي. كمان معنا الكابتن فاروق السيد عبد الغني الثاني أمبو ماكس وثالث كاتا جماعي وثالث أمبو رجاله، منورين ومشرفين والف الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. طيب الاء، عايزين نعرف منك بقى ابتديتي اللعبه ازاي قبل ما نعرف الانجازات بتاعه فريق الكاراتيه سواء التقليدي او الرياضي في البطولات المختلفه برتغال وايطاليا. تمام. بدات الكاراتيه من وانا عندي 4 سنين، يعني من 20 سنه ان شاء الله. بلعبه من بدري قوي، حصلت فيه على عده بطولات كتيره دوليه ومحليه. طبعا اخر بطوله حصلت عليها كانت بطوله العالم في البرتغال، كانت لسه الشهر ده لسه راجعين منها، حصلت فيها على ثالث عالم زي ما حضرتك قلت في الكوميتيه الفردي في الفكوجو وتاني عالم في الكوميتيه الجماعي. السنه اللي فاتت حصلت على اول افريقيا، وفي 2021 كانت بطوله كاس القارات حصلت فيها برضو على مركز اول. 2019 كانت بطوله برضو افريقيا حصلت فيها على مركز اول. بطوله العالم نسيت اقولها لحضرتك بتاعت سلوفينيا في 2022 حصلت فيها على مركز ثالث في الكوميتيه الجماعي. عارفه انت دينا البطولات التي ينسي بعضها بعضا. الله نجاحات الله مستمره في واحده واحده كده. وفي 2019 حصلت على اول افريقيا، و2016 حصلت على ثاني كاس العالم، دي كانت اول بطوله ليا وانا في المنتخب، لان المنتخب عندنا بنخشه من سن 15 سنه. دي البطولات الدوليه، يعني المحليه بقى كتير مش هقدر افتكرهم يعني الصراحه عشان وقت الحلقه بس. طيب فاروق، وانت كمان بقى ايه البطولات وبدات امتى كمان لعبه الكاراتيه التقليدي؟ وانا عندي 4 سنين بدات طبعا بطولات محليه، طبعا بطوله الجمهوريه، تصفيات منتخب، بطولات دوليه في مصر، وبعدين طلعنا بره مصر الحمد لله. كانت اول سفريه ليا كانت السنه اللي فاتت في اوزبكستان، طب الحمد لله يعني ربنا موفقنيش، بس الحمد لله يعني السنه دي ربنا وفقني ورجعت ب3 ميداليات الحمد لله. ما شاء الله. طيب احكوا لي بقى عن احنا رايحين بطوله العالم في البرتغال محققين فيها منتخب مصر للكاراتيه يا جماعه محقق المركز الاول، اكيد تحديات شفتوها صعوبات، والموضوع اكيد ما جاش من يوم وليله، كان سواء انتوا على مستوى اللعيبه كان في تدريب وكان في جهد وكان في تعب، او على مستوى الاتحاد. كلموني بقى شويه ازاي منتخب مصري وصل المركز الاول. احنا بنستعد للبطوله دي بقى لنا سنه، يعتبر من 28/23 واحنا شغالين بنتمرن عليها. سواء بنتمرن لوحدنا او سواء المنتخب، المنتخب طبعا بيدعمنا جدا، مدينا كامل الصلاحيات على طول، بيدينا بيعمل لنا معسكرات، يعني اقل معسكر فيهم كان 10 ايام بنسافرهم طول اليوم تمرين، بتبتدي من تمرين من 5:30 الصبح بنخلص مثلا 10 بالليل، بيقفوا معانا جدا في كل التمارين، بيشجعونا في كل حاجه، وسواء كانوا المدربين الاداريين، حتى الاداري اللي معانا في المنتخب اكتر حد بيقف معانا، سواء في الوجبات والتعامل بيسهلها علينا جدا، بيشوف كل واحد ايه الوجبه اللي هو عايز ياكلها بحيث ان هو يخلص اكله ويجيبها له. المدربين نفس الحكايه بيساعدونا جدا، لو حد بس عايز حاجه يعلي نفسه فيها او كده بيعمل له تمرينه برايفت لوحده في المنتخب. دي كلها طبعا رئيس الاتحاد بيدعمنا استاذ رامي المكاوي، وفيما فوق طبعا الوزير اشرف صبحي طبعا بيكلمنا دايما، حتى في البطوله وفي المعسكرات كان بيكلمنا ويقعد يشجعنا يقول انا واثق فيكم ان انتوا هتجيبوا اول، حاجات من دي كتيره يعني. طب انا كنت على الملعب، كنت بلعب الفاينل، طبعا الاستاذ رامي جاله تليفون من سعاده الوزير، تمام، قال له انا عايز اشوف الابطال دول. كنا بنلعب نهائي، كنا مرتبين في السيمي فاينل، تمام، كنت مرتب انا وتسنيم، كنا بنلعب امبو ميكس، كنا مرتبين اول، تمام. فقال انا عايز اشوف الابطال دول، هو اول ما فتح لقى انا وتسنيم بنلعب،
قال انا عايز اشوف الابطال دول. الوزير كان بيلعب كاراتيه على فكره، كان بطل كاراتيه يعني. فقال انا عايز اشوف تسليم فاروق ان شاء الله، احنا رايحين له يوم 28 ان شاء الله يوم الاثنين الجاي ان شاء الله، عندنا تكريم مع سياده الوزير اكيد. وانتوا في وقت المسابقه مريتوا بلحظات ضعف، وممكن تكونوا حسيتوا ان انتوا خلاص مش قادرين تكملوا، لا انا مش هقدر احصل على البطوله، مش هقدر اكون في المركز الاول. في اوقات ثانيه لا كان في دعم كبير ليكم، كان ده بيقويكم. احكي لي وصفي لي شعورك واحساسك في الفتره دي. ده حقيقي حصل معايا انا كقلق شخصيا على الملعب. يعني احنا في مسابقه الكوميتي الجماعي احنا بنبقى اربع بنات، انا وكابتن يورا نبيل كابتن منتخب مصر وكابتن الاء عماد وكابتن فاطمه. ساعتها الوزير برضو كلمنا وقعد يشجعنا في الحوار ده، وبعد كده انا اخدت ضربه كنت مش قادره اخد منها نفسي وكنت تعبانه قوي، فجه المنتخب كله وقعد يشجعني ويقول لي لا يلا يا لولو قومي كملي وما اعرفش ايه. عارفه حضرتك فيلم حلم العمر بتاع حماده هلاله لما وقع في الارض وما كانش هيكمل؟ انا فعلا الموقف ده حصل لي، ولولا المنتخب انا ما كنتش هبقى قادره ان انا اقوم اكمل واعمل. فانا بشكر زمايلي على حاجه زي كده بجد يعني. طبعا احنا برضو بنحب نشكر كابتني ومدربي كابتن شريف. طبعا الكابتن شريف عبد النبي ده مدربي في المنتخب ومدربي برضو في النادي، وانا برضو تمام كابتن بتاعي في المنتخب وكابتن بتاعي في النادي. كابتني طبعا كابتن اسلام جابر، كابتن محمد صلاح. طبعا بشكر برضو قبل اي حد طبعا والدي ووالدتي، طبعا تعبوا معايا جامد قوي في البطوله وبره البطوله، وضغوطات السنه اللي فاتت برضو كان صعب عليا ان انا راجع برضك من بره مصر. استقبلت يعني ما كنتش راجع بولا ميداليه، كانت كاس العالم دي كانت فيها مسابقه واحده، كنت حاسس باحباط طبعا. طبعا طبعا اتغلبت على ده الحمد لله. يعني نزلت اتمرنت من تاني يوم على طول، نزلت اتمرنت كابتن شريف طبعا وقف قصادي قال لي هتكمل وباذن الله هتجيب الذهب. وبرضك وانا كنت بلعب طبعا هو كان بقيت معايا في الفندق، قال لي مثلا كنا احنا بنلعب مثلا على اربع ايام، قال لي انت ان شاء الله هتنزل وتجيب اول ان شاء الله، لا الذهب جايه باذن الله. كان عنده امل ان انا هجيب الذهب، بس الحمد لله ربنا يعني ما وفقنيش ان انا اجيب الذهب المره دي. بس ان شاء الله بطوله كاس العالم الجايه ان شاء الله في بولندا ان شاء الله هرجع بالذهب باذن الله. طيب في مصطلحات كده واحنا بنتكلم على الكاراتيه، احنا عايزين يعني احنا نعرفها وكمان المشاهدين يعرفوها. احنا عندنا كاراتيه التقليدي وكاراتيه الرياضي، احنا عندنا منتخبين يا جماعه، عندنا منتخب الكاراتيه الرياضي ومنتخب الكاراتيه التقليدي، والاثنين على فكره محققين بطولات. عندنا بقى الكوميتيه، عندنا فوكوجو او فوكوجو ايوه، والامبو او امبو. ايه الفرق ما بين الثلاث انواع من الرياضات في الكاراتيه؟ يعني الفوكوجو دي عندنا مسابقه بتبقى بتميز اللاعب اللي هو بيلعب الكاتا والكوميتيه، بيبقى ماتش كاتا وماتش كوميتي. الكاتا هي ايه والكوميتي هي ايه؟ الكاتا اللي هي زي اساليب كانك بترسم في دماغك ان حد واقف قدامك وبتقاتله، ده هي الكاتا. الكوميتي اللي بيبقى واقف قدامك ماتش وبتلعب مع خصمه قدامك، يا تكسبه يا هو يكسبك. دي مسابقه الفوكوجو بتكون متكونه من النقطتين. الامبو ميكس بقى عندنا بثلاث حاجات، يعني يا امبو رجال ولد وولد، يا امبو ميكس ولد وبنت، يا امبو بنات بنت وبنت. هم دي الفرقه بيلعبوا ضد بعض، ضد منافسين تانيين. بس هي دي المسابقتين. هيكسبها حاجه ثانيه فيهم نسيتهم. طب احنا معانا كمان على التليفون مريم. مريم صباح الخيرات، قولي لنا بقى مريم عبد الرحمن سعد اول عالم شابات في ايطاليا. اعتقد مريم انت من فريق الكاراتيه الرياضي صح كده مريم؟ بصبح عليك الاول، واحكي لنا بقى عن البطوله اللي انت عملتيها. ازي حضرتك؟ انا الحمد لله لسه راجعه من ايطاليا، والحمد لله ربنا كرمني باول عالم شباب تحت 63 كيلو. احكي لنا كده عن الموضوع، ما مش بالسهوله دي يا مريم. مريم انا ما شاء الله انا اول عالم، اكيد الموضوع ما مش بالسهوله دي صح كده؟ قولي لي بقى عشان توصلي الاول عالم عملتي ايه؟ لا التجهيز كان مش في بدايه السنه دي الصراحه، كان بقاله اكتر من سنه عشان نوصل للهدف اللي احنا كنا حاطينه في دماغنا اللي هو اول عالم، مش اي ميداليه. حتى احنا كنا رايحين ومسافره اسير اللي انا رايحه اجيب الذهب مش اي حاجه ثانيه. فدوت كان اكيد تمرين كتير قوي وضغوطات وكده. ده عظيم جدا. طيب مريم يعني انت اكيد كبنت لعبه الكاراتيه صعبه، فبنت وتحصلي على المركز الاول ده يحتاج منك مجهود طويل جدا. وليه اصلا انت بداتي لعبه من وانت عندك كام سنه، وكان عندك الهدف ده من امتى بالظبط؟
والله انا يعني ما بشوفش ان الرياضه او كده، بشوف ان الرياضه لا بالعكس على البنات بتديهم ثقه بالنفس وبتبقى حلوه للبنات. اما انا بدات كاراتيه وانا عندي 6 سنين، كان في البدايه كهوايه وكده، بس بقى لما بدات اخش بطولات وحبيت اللعبه بعد ما خشيت بطولات وكده وحققت فيها انجازات. الدعم اللي كان حواليك كان من مين بالظبط؟ ومن كل اكيد في الاول كان بابا وماما هم اكثر دعم ليا، طبعا. وكبتني بقى في النادي وفي المنتخب كمان. طب قولي لي يا مريم، يعني انت بتطمحي لايه؟ ايه خططك اللي جايه؟ احنا خلصنا بطوله العالم في ايطاليا، اكيد انت رسمه على مراكز اولى في بطولات تانية. هو كده السيزون خالص فعلا، بس اول بدايه لينا ان شاء الله بطوله افريقيا لسه في شهر 8 الجاي. بس انا طموحي اولا اللي هو مش يعني من اول عالم السنه دي وخلاص، ان شاء الله يعني كل بطوله عالم باذن الله، نفسي ان انا على طول ابقى اول عالم ان شاء الله. ان شاء الله يا مريم، انا اتوقع ده مزيد من التقدم. الف الف مليون مبروك مريم عبد الرحمن سعد، اول عالم للشابات في كاراتيه الرياضي تحت 21 سنة. احنا كمان معانا على التليفون رؤى الطاهر السيد الحاصلة على المركز الثاني في عالم ميدالية فضية كاراتيه في إيطاليا. صباح الخير وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. عايزين نعرف منك بقى إحساسك وانت حققتي البطولة دي، وكمان قدرتي ازاي تتغلبي على بعض التحديات اللي كانت بتواجهك أثناءها. طبعا كنت فرحانة جدا والحمد لله ان ربنا بارك في تعبي، وطبعا قدرت اتغلب على الصعوبات والتحديات دي طبعا بمجهود ماما معايا والمدربين اللي هم وقفوا جنبي، وانا كنت تعبانه وكنت من ضغط التمرين طبعا كان احساس ضغط، ماما كانت واقفه جنبي والمنتخب والتمرين. يعني انت طبعا يعني مريتي بتحديات زي ما بتقولي كبيره جدا، بس كان داعم ليكي اهلك وكمان المدرب اللي معاكي، لكن قولي لي احساسك ايه لما حصلتي على الميداليه؟ كنت فرحانه، وان انا كنت تعبت قوي عشان اوصل للمركز ده، وان الحمد لله ربنا بارك في تعبي، وان انا قدرت ان انا ابقى بطله عالم في لسه في اول مرحله ليا او بطوله ليا، فده طبعا حاجه انا فخوره بنفسي جدا. شكرا جزيلا رؤى، بطله فريق الكاراتيه المحاصله على المركز الثاني في ايطاليا فضيه الكاراتيه. بشكرك شكرا جزيلا، والف الف الف مليون مبروك يا جماعه. الشعور بان احنا بنحقق حاجه بعد ما بنتعب، اعتقد شعور كده بيبقى بينسينا الفترات الصعبه وبيحسسنا كده احساس جميل. كلمونا كده على الشعور ده. طبعا بيكون شعور حلو قوي، مثلا لما يكون مثلا انت واقف على المنصه والنشيد الوطني بيترفع، دي بتكون حاجه طبعا مصر كلها بتتمناها. طبعا اي حد بيكون مكاني بيكون ليه يعني اللي هو يعني عايز اقف مكانه، نفسي اجرب الاحساس ده، طبعا بيكون شعور جامد قوي. ده حقيقي في حياه كل واحد فينا كده، لما بيعمل انجاز بيجري على واحد بيقول له انا عملت. مين اول واحد انت جريتي عليه او كلمتيه في التليفون وقلت له انا حققت المركز؟ ماما اول واحده كلمتها، لان هي اكتر واحده تعبت معايا الصراحه، مش في البطوله دي لا، في بدايه مراحل عمري كلها، يعني هي اكتر داعم ليا. طيب سؤالي الاخير والسريع ليكوا، ايه اهدافكم الفتره اللي جايه بقى بعد ما حققتوا كل البطولات دي؟ ان شاء الله نستعد لبطوله كاس العالم في بولندا، وان شاء الله نحقق فيها مركز اول، ويكون منتخب مصر محقق برضو المركز الاول باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله تصفيات منتخب مصر الاول طبعا، وبعديها بطوله كاس العالم في بولندا باذن الله، ذهب باذن الله السنه. واحنا مستنيينكم هنا في صباح الخير يا مصر، استضيفكم بعد الحصول على المركز الاول. شكرا جزيلا الاء حسن الحاصله على ثاني عالم في الكوميتيه الجماعي انسات فوق ال 22 سنه، بشكرك شكرا جزيلا، وحصلت طبعا برضو على المركز الثالث في كوميتيه الفردي فوق 22 سنه انسات. كمان بشكرك كابتن فاروق السيد عبد الغني الثاني امبو ماكس، وثالث كاتا جماعي وثالث امبو رجال. بشكركم شكرا جزيلا، والف الف مبروك. الله يبارك فيك.